اهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي بقى هنجاوب على شويه اسئله تخص الشعر. انتوا عارفين في فقره نواه قبل كده احنا شرحنا عن منتج نواه وقد ايه هو طبيعي ومعمول من نواه البلح، وكلامنا كلام حلو قوي 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 قد ايه هو طبيعي، وده اهم حاجه عندي ان المنتجات تكون طبيعيه بتفيد جدا ما فيهاش اي حاجه كيماويه للشعر، والناس كتير قوي بتسال في الموضوع ده. المره دي بقى احنا هنجاوب على الاسئله اللي جات لنا علشان نقدر نفيد بيها اكتر عدد بيتفرج علينا ومحتاج انه يفهم إجابة الأسئلة دي. معانا النهاردة الدكتورة نادية مجدي صيدلانية، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، منوراني. ربنا يخليك يا سيدي. خلينا بقى واحدة واحدة هقول لك الأسئلة وتجاوبي عليها. اتفقنا. أول سؤال، ليه في الصيف بيحصل تقصف للشعر وهيشان؟ اوكي، احنا في الصيف عامه الشعر بيتعرض لعوامل خارجيه كتير وستريس اكتر. احنا الشعر بيتكون من مجموعه بروتينات مربوطه مع بعض بروابط. كل لما الشعر بيتعرض لعوامل خارجيه زي الشمس، المواد الكيميائيه، البيبيليس، الفرد، الحاجات اللي احنا بنستخدمها كتير على شعرنا، الروابط دي بتفك. فده بيؤدي للتقصف. والتقصف هو بيبدا من تحت وبعدين بيبدا يطلع لفوق لحد ما الشعرايه كلها تبقى مقصفه وبالتالي بتتساقط. فعشان كده مهم قوي ان احنا نكون بنستخدم حاجات تمنع موضوع التقصف وتخلي الشعرايه ذات نفسها صحيه من تحت لفوق. صح. او من جوه لبره زي ما بنتكلم، عشان تحمي من بالزبط. عوامل الجو بالظبط كده، زي مثلا برضو البحر او زي ما قلنا الكلور وهكذا. طيب تمام. وهل ينفع برضو ضد الحراره؟ يعني طبعاً. لو استخدمنا اي طبعا احنا هنتكلم عن شرح المنتجات عامه وهقول لك قد ايه هي هيت بروتكشن ممتازه وهتنفع جدا في موضوع الصيف. طبعا يعني بتحمي من الحراره، هيت بروتكشن يعني بتحمي من الحراره، سواء بقى حراره الشمس او الحراره اللي احنا بنستخدمها على شعرنا اصلا. حلو جدا. طيب نشوف السؤال اللي بعده. طبعا مع الصيف الشعر بيكون جاف جدا ومقصف، منتجات نواه هل بتقدر تحل المشكله دي ازاي؟ هي منتجات نواه الميزه اللي فيها او الانوفيشن اللي احنا بنقول ان منتجات نواه فيها هي زيت نواه البلح. الزيت دوت مميز جدا ان هو يعتبر 20% اكتر او 20 مره احسن من زيت الارجان. كلنا عارفين اهميه زيت الارجان للشعر، وحتى لما بنيجي نستخدم اي زيوت على شعرنا اول حاجه بتيجي في دماغنا زيت الارجان. صح. فتخيلي بقى لما نستخدم حاجه اقوى منه 20 مره. وزيت نواه البلح معروف بقى من ايام البدو، انت عارفه شعر البدو قد ايه انسيابي وصحي ولامع وفي سواد الليل. كانوا عارفين يستخدموه، كانوا فعلا بيعملوا كده، بيستخرجوا من نواه البلح الزيت وبيستخدموه على شعرهم، وده اللي مخليه دايما صحي ولامع وفي حيويه، يعني بينبض بالحياه. صح. فده ميزه مميزات منتجات نواه ان هي جواها زيت نواه البلح، ومش بس كده، هي كمان فيها مجموعه من الزيوت 14 زيت مختلف وكلهم بنسب طبيه مغذيه جدا للشعر من جوه ولبره. فده اللي بيخلي الموضوع يبقى حلو جدا ان انت شعرتك تبقى صحيه، تغذيه من بره وتغذيه من جوه كمان. طيب برضو نفكر المشاهدين، ايه الانواع الزيوت اللي موجوده جوه المنتج؟ في زيوت كتير جدا، اهمهم طبعا زيت الروزماري. احنا دايما بنتكلم على اكليل الجبل او اسمها بالعربي. أيوة. ده من الحاجات المغذيه جدا اللي بتمنع تساقط الشعر. صح. فمنتجات نواه من احسن الحاجات اللي بتمنع تساقط الشعر، والميزه اللي فيها ان انت كمان مش لما بتوقفي التساقط، لو وقفت المنتجات التساقط يرجع؟ لا خالص. لان هي حاجات طبيعيه واورجانيك 100%. ففيها زيت الروزماري، فيها زيت الثوم، فيها الكافيين، ودي حاجات بتزود تدفق الدم لفروه الراس، فبتخلي الفروه ذات نفسها تتنفس، فالشعر ينفع يطلع تاني صحي واحسن. طبعا دي من المكونات الاساسيه. اكيد يعني انا يعني المنتج فعلا انا مبسوطه منه قوي ان هو كله طبيعي 100%. وفي زيت ارجان وزيت زيتون، وفي يعني في برضو ماده حلوه جدا بتمنع موضوع الصلع الوراثي وهي السوبالميتو. دي احنا بنسميها علميا دي اتش تي بلوكر، ودي حاجه من يعني الهرمون دوت لما بيزيد في فروه الراس بيؤدي للصلع. فاحنا بنقفل المستقبلات بتاعته عن طريق السوبالميتو اللي موجوده جوه زيت يعني منتجات نواه، فبالتالي بنمنع موضوع الصلع وبيعالج التساقط. حلو. فهي هي كومبينيشن كده من تركيبه مميزه جدا، عامله يعني زي اختراع فعلا في عالم تساقط الشعر. وهل بقى اللي بيستخدموا حاجات مواد للفرد بس؟ خلينا اعتقد ده كان موجود كسؤال، فخلينا واحده واحده ونشوف. اوكي. طيب السؤال الثالث، طيب لو انا شعري خشن قوي ومضطره اني افرده بمواد هو ده السؤال صح فعلا صدفه، افرده بمواد الفرد الكيماويه، هل ممكن منتجات نواه تغني عنها؟ هي القصه كلها ان البنات بتحب قوي في الصيف شعرها يبقى شكله انسيابي وحلو ومفرود، ففي ناس كتير جدا فعلا بسبب لانه يبقى خشن قوي او متقصف بيلجأوا للفرد، سواء بقى بروتين بوتو او وات ايفر نوع الكيميكال اللي هنستخدمه على شعرنا. ايه
القصه انك بعد ما بتستخدمي حاجه زي كده انت بتبقي اجهدتي الشعرايه قوي، فلازم حاجه اسمها افتر كير او افتر تريتمنت، الحاجات اللي احنا بنستخدمها رعايه ما بعد، رعايه ما بعد الفرد. بالظبط كده. بتبقى بقى المجموعه المتكامله، بتستخدمي الشامبو والكونديشنر والماسك واللوشن، هنتكلم عن واحد منهم واحد واحد دلوقتي منهم بالترتيب ونجربهم حتى عشان الساده المشاهدين يشوفوهم. ايوه بقى نجرب. أيوة بقى ايوه, أيوة انا عايزه نفتح بقى ونجرب. لازم نجربهم عشان الناس تشوف قد ايه الملمس كريمي ونون جريسي، يعني مش بيلزق خالص وبيخلي فعلا الشعر شكله صحي. حلو. تحبي نجرب بعد الاسئله ولا في النص ولا امتى؟ في النص. طب يلا خلاص ماشي. عايزه دلوقتي ولا بعد؟ انا عايزه نجرب الشامبو. يلا بينا. الشامبو بصي يعني ميزه من مزايا منتجات نواه بالنسبه لنا السنت بتاعته، الريحه. عارفه في الصيف احنا عندنا مشكله كبيره قوي سواء بقى محجبات او مش محجبات، ان شعرنا بيعرق طبعا، فبالتالي مع الوقت لو احنا مش منضفينه كويس بيكمكم، عارفه الريحه ما بتبقاش الطف حاجه. فلما تكوني مستخدمه البرودكت اوريدي فيه سنت او فيه ريحه بتقعد اراوند 48 ساعه على شعرك موجوده، ده احساس تاني خالص، احساس بالنضافه. على طول. طب خليني بقى انا عايزه اشمه. انا هجربه كده واقول ونجربه مع بعضين. بس هنحط حبه صغيرين. بصي ملمس الشامبو بالنسبه لنا اصلا عامل ازاي. الشامبو عامه لما يكون فيه كيميكالز سلفيت وسيليكون وبارابن والحاجات دي بتلاقيه بيرغي. لا ده الشامبو. ده الشامبو. اوكي. بتلاقيه بيرغي اوفر قوي، وده معناه ان هو مليان كيميكالز. بصي ده هنا قد ايه ملمسه عامل كده. هاتي نقطه بقى بيك. ممكن أوكي. نقطه لا ايوه كده. اوكي بس كده. بصي اصلا كريمي ازاي. حلوه جدا جدا، ريحته بجد حلوه. وصرفه الاستوديو اتقلب اصلا. السنت بتاعته قويه. وهو طب واللوشن فين بقى؟ ده اللي هو بيتحط بعد الشامبو صح؟ ده الشامبو. الكونديشنر هو اللي بيتحط بعد الشامبو. الكونديشنر. طب ايوه حلو. واحده واحده بقى عشان نبقى فاهمين ايه اللي يتحط بعد ايه. ده الكونديشنر اللي هو البلسم. البلسم برده من الميزه اللي فيه عامه، البلسم في السوق بيبقى حاجات تقيله بتحطيها على شعرك ممكن مع الوقت تؤدي للتساقط اصلا، لان هي بتبقى التكتلات كده على الشعر. البلسم خفيف جدا بتاع نواه، وكله طبعا اورجانيك مواد طبيعيه، فبالتالي من الحاجات اللي فعلا بتدي تغذيه وترطيب للشعرايه. ما خلاص عرفنا بقى نواه ينفع للحوامل اللي بترضع لكل الاعمار من كتر ما فيش اي كيميكال. والريفيوز هايله على القصه دي. سبيشالي كمان في الاطفال. أوكي. الاطفال يعني الاطفال عامه ما بيحتاجوش يستخدموا حاجات كتير قوي، او هم هايبر عايزين على طول ننزل البول ننزل المايه وهكذا. أيوه. فلما بيستخدموا منتجات تخلي شعرهم شكله طبيعي بيريح الام كتير يعني. أوه. انا مامي وعارفه طبعا. ايوه الكونديشنر. طب يلا ده الكونديشنر بقى نجربه. بصي اصلا الشامبو شايفه عامل ازاي بعد لما حطينه. فعلا زي كده طبقه لمعه بسيطه. ده لسه بقى لما اوريكي السيرم كمان يا سالي. السيرم اختراع. عارفه مثلا احط حبه صغيرين عشان انا المره اللي فاتت. بصي شايفه كريمي ازاي. هنا بقى احط لك حته صغنططه. شايفه كريمي ازاي. نفس السنت فظيع. منعش كده جدا جدا جدا. وبتقعد 48 ساعه. وتشز يعني بيرفكت يعني. ده الكونديشنر اللي احنا بنستخدمه او هم المين. وطبعا احنا الشامبو ينفع نستخدمه على فروه الراس عادي جدا بمنتهى الامان، ما بيعملش اي نوع من انواع الجفاف. لو في علاج للقشره نفس القصه، وطبعا للتساقط اكيد. ايوه ايوه قلب المكان بجد. ريحه حلوه جدا. دايما احلى حاجه في الحمى ان الواحد كده يبقى طالع فريش فريش. وبحب قوي الناس اللي بنسلم على الاقي البنت كده ريحتها كده حلوه. بتحسي اولادك مستحمين شكلهم حلو. أيوة كده ريحتهم حلوه قوي. بالظبط. كان دايما ايام المدرسه برضو كنت الاقي دايما بنات يبقوا بيستحموا الصبح كتير. ويجوا بقى شعرهم ريحتهم حلوه تحفه. بتفرق جدا جدا. انا للاسف ما كنتش بقدر الصبح بيجي لي برد. بس ايوه جميله قوي الصوره دي. اشرحي لنا بقى. دي بنوته كانت بعت لنا مامتها ريفيو بعد ما استخدمت البرودكتس ده كده. هي مستخدمه الشامبو والكونديشنر بس يعني. هنا بعد اول ما استحمت وبعدين سابته ينشف فقط. شايفه شكله لامع وانسيابي ازاي. تحفه. يعني منتج مميز جدا للاطفال ومغذي في نفس الوقت. والريحه للاطفال برضو زي خطيره محببه. نفس الريحه. هي كده كده ينفع نستخدمه كل الاعمار صح. فكان احدى الريفيوهات الجميله اللي كانت بعتها لنا عميله من العملاء على البلاتفورمز عندنا. ده ممتاز يعني. ده عميله مش فوتو سيشن. لا 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 عميله عميله. طبعا حاجه فيها مصداقيه. طبعا. طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده. اوكي. مع الحجاب بقى تساقط الشعر بيزيد ازاي نقدر نحل المشكله دي؟
هي مين لي مشكله مع الحجاب هي ان الشعر بيبقى مكتوم ما فيهوش نوع من انواع التهويه او الاكسجين ما بيبقاش واصل كويس لفروه الراس. فاحنا بنحتاجه ان الشعر اوريدي تكون بتتنفس ازاي انها تكون متنظفه كويس ومتغذيه. فان احنا نستخدم الشامبو او الستيب الاولاني ان احنا نستخدم الشامبو ينظف فروه الراس كويس جدا ويغذيها. صح. احنا لسه متكلمين على المواد الفعاله اللي فيه سواء كافيين سواء طبعا زيت نواه البلح، فدي حاجه من الحاجات اللي بتخلي الشعر ذات نفسها تعرف تنبض بالحياه حتى لو احنا مقفلينها. وغير كده طبعا المحجبات عامه لازم في نصايح كتير نقدر نقولها لهم ان هم ما بيبقوش لابسين كذا طبقه، ان طبعا طبقه تبقى قطنيه في الصيف، الحاجات دي بتفرق جدا جدا في موضوع التساقط. طب حلو، خلينا عند نقطه المحجبات لسه شويه زياده. لما يغسلوا شعرهم المفروض ما ينفعش يلبسوا طرحه على طول؟ اه طبعا ما ينفعش، هو مبلول خالص لازم يتنشف. لازم يتنفش، لازم يتنشف كويس، لان لو معمول مبلول ايه اللي بيحصل؟ بيتساقط. يعني الشعرايه بتبقى ضعيفه اصلا. احنا معانا صوره بالظبط كده، دي كانت تقصف الشعر اللي انا قلت ليكي في الاول عليها سالي، ان الشعرايه البروتينات او الروابط اللي بين البروتينات بتكون فكت. فعشان كده بتدي المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده، بتتكسر بسهوله، بتتكسر بسهوله ويبدا بقى يزحف على فوق لحد لما الشعرايه ذات نفسها تقع. نقدر نقول بتفتل. بالظبط بتفتل بالظبط بالظبط، دي كده ما فيهاش اي نوع من انواع التغذيه طبعا. بالظبط. طيب نكمل بعد كده بقى المحجبه المفروض زي ما قلنا ان هي شامبو. لازم تنشف شعرها قبل ما ايه؟ بالظبط، نستخدم الشامبو والكونديشنر وبعدين بننشف شعرنا، نسيبه كده في الهواء يتنفس شويه، وبعدين تقدر تلمه طبعا بستان اللي هي التوكه، وبعدين تقدر تستخدم بقى اي طبعا حاجه قطنيه طرحه، ده كده الدنيا هتبقى افضل كتير وشعرها هيبقى متهوي فمش هيتساقط. حلو. وحاجه برده من الحاجات الحلوه جدا اللي تقدر تستخدمها هي السيرم. السيرم احنا لسه ما جربناهوش، خلينا نجرب السيرم. وده بقى بجد اللي هو خطير. عارفه مشكله السيرمز عندنا عامه في السوق، يعني في الماركت، انه السيرمز بتلزق. أي. فتحس ان انت ما سيليكون بقى اللي هو مسك الشعرايه ولزق فيها. احنا مش بنحتاج كده، احنا محتاجين الشعر يبقى شكله لامع وفي نفس الوقت عارفين نصففه بسهوله. صح. فالسيرم هنا خفيف قوي، ودي برده ميزه من مزايا. وطبعا في نفس البرفيوم او السنت، مش برفيوم، هي سنت يعني بتاعه نواه المميزه. السنت اللي هو بيبقى اخف يعني من البرفيوم. اخف يعني مش مضر. نحط حبه صغنطتين. بصي بقى اللمعين بجد. بس انا مكمله ادعكوا شويه عشان اشوف الاحساس بتاعه لما يتشرب. مش هتلاقيه نمريسي يعني، مش بيلزق خالص. لا فعلا مدي لمعه كده خفيفه. وشمي بقى كده فظيع. لا ده ريحته باينه اكتر كمان. عشان طبعا هو كونسنتريتد او مركز، فعشان كده ريحته بتبقى واضحه اكتر. والسيرم بقى بالنسبه لنا هو يعني من الحاجات المميزه جدا في المجموعه عشان التصفيف، وينفع للاطفال زي ما احنا اتكلمنا وينفع للكبار، وبيدي اللمعه. انت بتحسي ان شعرك صحي لو بيلمع. غير كده بتبقى مطفي وبهتين، بتحسي ان في حاجه غلط يعني مش متغذي صح. فالسيرم بيساعد على القصه دي قوي. حلو قوي. طيب نخش على السؤال اللي بعده. اوكي. الغير محجبات بقى. تمام. لما بيمشوا في الحر ده الشعر بيتحرق من الحراره طبعا. وبيتاثر سواء بقى يعني تحت الشمس سواء على البحر وات ايفر زي ما قلنا. اوكي. هل منتجات نواه بتقدر تحمي الشعر ازاي من حراره الصيف العاليه دي؟ هرجع تاني للبطل بتاعنا اللي هو السيرم. السيرم من اكتر الحاجات الحلوه كهيت بروتكشن، يعني حامي للحراره، بيعمل تغليف للشعرايه من بره ومن جوه، فبالتالي الشعرايه ايا كانت العوامل الخارجيه اللي هتتعرض لها سواء بقى حراره، الكلور زي ما اتكلمنا من البسين، الملح بتاع البحر او وات ايفر، اي حاجه من الشمس، اي حراره هتتعرض لها الشعرايه محميه، هي متغلفه ومتغلفه بايه؟ بزيوت طبيعيه صحيه. طيب بيتحط بقى قبل ما تنزل على طول من البيت ولا يعني لو احنا مثلا على البلاج في البحر؟ لا ممكن نحطه قبل ما ننزل على طول، قبل ما ننزل البحر. تمام. بيتحط طبعا زي ما احنا متفقين، بتكفي طبقه مره واحده في اليوم. طبعا. بس ولا يعني لو مثلا الولاد بينزلوا البحر او بينزلوا البنات بالزيت، البنات عشان شعرهم بيبوظ فعلا. يعني في الحاله دي يحطوا مره تانية ولا خلاص هي لو نزلوا وطلعوا ممكن يحطوا مره كمان، افضل يعني كبروتكشن افضل. بس احنا بنتكلم للناس اللي بتعمل شعرها هيت على طول او ستايلنج عامه، بيحتاجوا طبعا ان هم يستخدموا حاجه تحمي الشعرايه من الحراره عشان مانع للتقصف والتساقط طبعا. صح. فالسيرم هو البطل معانا في القصه دي جدا يعني. ده مهم قوي موضوع الحامي ده، لان طبعاً كتير من البنات ممكن يكونوا بيعملوا شعرهم بس كتير برضو بيعملوا كيرلي. هل بيأثر بقى على الكيرلي؟ هل هو ينفع نستخدمه في الستايلنج بتاع الكيرلز بتاعت الهير؟ احنا بنستخدمه في الستايلنج عشان الكيرلز تبقى ديفايند او واضحه، يعني البنات يعني اللي بتحب بتظبطها جدا، بتظبطها وبتغذي. يعني انت بقى مش محتاجه تستخدمي حاجه تقيله عشان تخلي شكل الكيرلي واضحه، لا انت ممكن تستخدمي السيرم وبنلفه كده بالطريقه بتاعت الستايلنج بتاعت الكيرلي وبتخليها ديفايند او واضحه.
تمام. ده شيء، دي حاجه من الحاجات الجميله جدا. طيب هل في في بنات بتلاقي شعرهم خفيف قوي حلو، ويعني ما بينفعش معاهم اي زيوت، يعني باي زيوت تبقى تقيله في الشعر حلو، هل زيت نواه من الزيوت اللي خالص. هي يعني احنا مجربين الملمس اهو مع بعض دلوقتي، خفيف جدا، وهو اصلا الناس اللي شعرها خفيف هو مانع للتساقط، يعني هو بيعالج لو حد شعره خفيف فبالتالي بيتساقط، ده اكيد بيعالج التساقط اصلا. فزيت نواة البلح خفيف قوي لا طبعا احنا مجربينه، ما بيعملش اي تقل على الشعرايه، بالعكس هو يعتبر علاج. وفي حالات كتير جات لنا الفيدباك بتاعها انه من اول 10 ايام استخدام التساقط وقف. حلو قوي ده، حلو جدا. بالنسبه للسبراي بقى حلو قوي، اللي هو السبراي اللي هو العلاج الكوندنسد او المركز بالنسبه للتساقط اللي بتحط ايه على فروه الراس. عشان برضو في سؤال، نحط السبراي ده كام مره لو وازاي، يعني على بعد ولا عن قرب ولا كم مره؟ علشان موضوع تساقط الشعر ناس كتير عندها وراثيا مثلا تساقط الشعر، الصلع الوراثي. الصلع الوراثي اللي احنا متفقين فيه ان احنا محتاجين نحافظ على بصيله الشعر عشان نعرف نعيد انباته، فاحنا محتاجين حاجه تعيد انباته او تزود تدفق الدم لفروه الراس زي اللوشن. طيب خليه كده للكاميرا علشان يقدروا يشوفوا بس اللي تمام ماسكاه بالظبط. ده اللوشن، اللوشن احنا بنستخدمه 6 بخات على فروه الراس ومع التدليك الخفيف عشان بس المواد الفعاله كلها فروه الراس تمتصها كويس. 6 بخات متفرقه طبعا، بنقسم الشعر 1 2 3 4 5 وهكذا، وبنقعد نستخدمه مره الصبح ومره بالليل. بس لازم يلمس فروه الراس، وبندلك تدليك مساج خفيف كده عشان بس نتاكد ان المواد الفعاله كلها وصلت لفروه الراس. وزي ما قلتي ده برضو المفروض اللي انا فهمته، غير حاجات تانية لازم الواحد يستمر عليها علشان ما يحصلش التساقط تاني بعد النتيجه الحلوه. بس احنا عشان عندنا ما مشكلة تاني. لكن منتج نواه زي ما احنا عندنا مشكله عامه في العلاجات بتاعه تساقط الشعر اللي هي فيها الماده الفعاله السحريه اللي الناس كلها بتتكلم عليها اللي هي المينوكسيديل. المينوكسيديل مشكلته الفعل الحقيقيه ان هو لما بنوقفه الشعر بيتساقط بشكل مش عادي. فاحنا مش عايزين نستخدم حاجه يا اما فوريفر طول عمرنا، يا اما اول ما نوقفها شعرنا يقع. فان انت احنا نكون بنستخدم حاجات اورجانيك طبيعيه، لو استخدمنا الكورس ال3 شهور كعلاج للتساقط الشعر بعدها ما بيقعش. والاعراض الجانبيه بقى اللي احنا بنشوفها من الادويه الثانيه ما بتبقاش موجوده، زي الصداع، ضغط الدم العالي وهكذا. مفيش طبعا الكلام ده لما تستخدمي حاجه اورجانيك، فتبقي عالجتي التساقط وفي نفس الوقت ضامنه ان ايه الشعر مش هيقع. طيب انا عندي سؤال مهم جدا جدا، وبعده لازم نعرف العروض. اوكي، في خلال قد ايه الشعر فعلا بيبان فرق، بيتقال فعلا ده شعرها طلع بقى كثيف، بقى بيلمع، بقى طويل، بعد قد ايه يبان الفرق؟ لو بنتكلم على الكورس كله، انت اول ما تستخدمي البرودكتس على طول بالترتيب او المنتجات بالترتيب انت هتحسي بفرق، سبيشالي في السيرم. بجد لمعه الشعر بتبقى كده، يعني انت على طول حاسه ان شعرك بقى لامع وصحي. في ناس فعلا بلاقي شعرهم بيلمع بطريقه، والفيدباكس عندنا على السوشيال ميديا هايله في القصه دي، انه فعلا الشعر بيلمع وصحي من اول استخدام. لو هنتكلم على قصه التساقط، احنا في حالات فعلا قالت لنا من اول 10 ايام استخدام التساقط وقف، بس لسه بقى بنعيد انباتها، فمحتاجين نكمل الكورس طبعا. اللي هو ايه 3 شهور، ثلاث دي معروفه شهور طبعا معروفة. معروفه، لان طبعا الشعر مش هتلاقوه ذره عزيز طبعا كده اكيد هياخد وقت بالظبط. الشعر زي الضوافر بيعل في الطلوع، لازم الثلاث شهور الطبيعي بيطلع في الشعر، بيطلع من سنتي لسنتي ونص بالظبط في الشهر. فعلى ما يبان بقى فعلا نبت وطلع 3 شهور عشان يبان فعلا مثلا عملوا مثلا، بس اللي هنحس بيه على طول ان التساقط في الفرشه او احنا بنسرحه لا الموضوع قل خالص، وده انستنت يعني ده من اول 10 ايام استخدام. طيب العروض بقى، العروض بقى، العروض بقى للبرنامج مخصوص. حلو قوي، يلا بينا. احنا 20% ديسكاونت او 20% خصم لمده 48 ساعه على كل المنتجات. تاني 20% خصم لمده 48 ساعه على كل البرودكت لمده 48 ساعه، فلازم نلحق. انتوا عاملين يعني، وبعدين خليني اقول حاجه، البرودكتس فعلا افوردبل او ينفع اي حد يستخدمها، يعني اسعارها في متناول الجميع خصوصا في الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها. احنا اسعارنا بتبدا من 85 جنيه واحجامنا مختلفه 50 100 250 و500، فتقدري لو عايزه تجربي المنتج حتى قبل ما تجيبي العبوه الكبيره تجربي الصغنطوطه وهتحسي بالفرق. حلو قوي، صح، حلو جدا. اللي عايز يجرب الاول يجيب حاجه صغيره، والعروض على كل الاحجام. طيب يطلبوا بقى ازاي؟ احنا عندنا، احنا شايفين على الشاشه اهو الويب سايت، ده الويب سايت بتاعنا وطبعا مكتوب تحت تمام، وفي ارقام، وفي طبعا الفيسبوك بتاعنا او البلاتفورمز عامه بتاعت السوشيال ميديا. ايوه ينفع تطلب منها عادي، خلاص يبقى اونلاين تقدروا تطلبوا بالظبط على الانستغرام، كل حاجه تجيلكوا لغايه عند لحد باب البيت. حلو قوي، بالخصم طبعا في خلال 48 ساعه. بالخصم طبعا اكيد.
هايل. قولوا بس برنامج حياتنا احلى مع سادي فؤاد على قناه هي كلمه السر. بالظبط كده كلمه السر. نورتيني مشكورك جدا جدا يا زيلي. شكرا قوي. شكرا. وانا بصراحه اللي يهمني من كل ده ان الناس فعلا تنبسط وتدعي. اكيد هو ده اللي نطلع منه في الدنيا. بجد الفيدباك انا بالنسبه لي ده اهم حاجه. اي حاجه ثانيه احنا مكملين فيها اكيد. ميرسي ان شاء الله. شكرا. شكرا يا زيلي. شكرا. ميرسي جدا. اشوفكم يا رب على خير من يوم السبت ليوم الثلاث على الهواء من الساعه 4 للساعه 5 ان شاء الله. اشوفكم على خير. باي باي.